رمضان كريم. من ضمن الأسئلة الشهيرة اللي بيجينا في خلال شهر رمضان، ألعب رياضة ولا ملعبش؟ وأنا فعلا لو لعبت رياضة هفقد كمية مية كبيرة؟ عضلاتي هتستفاد ولا لأ؟ الناس اللي بتمارس الرياضة اللي بتلعب جيم وبيقول لك أنا ببلك أو بكبر الكتلة العضلية، هل فعلا الصيام بيأثر على الكتلة العضلية ولا لأ؟ إيه التوقيت المثالي اللي ألعب فيه رياضة يا دكتور؟ كل دي أسئلة بتدور في أذهان الناس المرتبطة بالرياضة ارتباط وثيق جدا. خلينا نرتب دماغنا كده وننظم الدنيا ونقطع الشك باليقين في الموضوع ده. رقم واحد، انت لازم تعرف كويس انت عايز ايه من الرياضة. هل انت بدور على ان انت جسمك يبقى رياضي، الدورة الدموية كويسة، التنفس يبقى كويس، نشاطات، التون بتاع العضلات يبقى كويس، انك تمسك العضلة تحس ان هي ناشفة، ولا انت بتدور على ان انت تفقد كمية دهون كبيرة وتخس، ولا انت بتدور على انك تكبر الكتلة العضلية والكتلة العضلية تكبر، وده بيبقى نوع معين او فئة معينة من الناس اللي بتروح الجيم. رقم واحد، انا كدكتور تغذية اغلب احتكاكي بالناس اللي بتفقد دهون. ايه التوقيت المثالي يا دكتور لممارسة الرياضة؟ وايه الاكل اللي ممكن يخدم لي على الرياضة دي؟ لو سيادتك بتفقد دهون، انسب وقت هو وقت الصيام. لازم تجبر الجسم على انه يدور على مصدر للطاقة، ودايما مصدر الطاقة الاساسي هو الاكل. في الصيام مفيش اكل، فالجسم بيبدأ يروح لمصدر تاني من الطاقة بالنسبة له هو أسهل حاجة، هو الجلايكوجين المخزون جوه العضلات والكبد، وده بيبقى كمية قليلة فالجسم بيخلصه بسرعة. نوصل للنقطة المهمة جدا، هي الدهون. الجسم بيلجأ في وقت من الأوقات إنه يبدأ يحول الدهون لطاقة عشان يقدر يعادل المعدل النشاطات الكبيرة جدا، فأنت هتبدأ تكسب الفايدة اللي بتحصل أثناء فترة الصيام. أول اليوم ولا آخر اليوم؟ أفضل وقت قبل الفطار بساعة أو ساعة ونص. هتخلص الرياضة، هتكسر صيامك بمية، هتاكل الوجبة المهمة اللي بتخدم على الرياضة. طب يا دكتور أنا لو اضطريت أمارس نشاط عالي الساعة 9 الصبح أو 10 الصبح، حاول بقدر الإمكان تبعد عن درجة حرارة تبقى عالية، حاول بقدر الإمكان تبقى مطمن إن جسمك ما بيفقدش سوائل عن طريق العرق بصورة كبيرة، حاول تبقى واخد بالك من وجبة السحور وتبعد تماما عن الكافيين والمحظورات اللي إحنا قلنا عليها في خلال حلقات. يبقى أنسب وقت إن جسمك يفقد دهون هو ممارسة الرياضة قبل الفطار بساعة ونص أو ساعتين. هتكسر صيامك، هتاكل فطارك العادي خالص، هتكسر صيامك بكوباية مية، هتخش على طبق الفطار اللي مقسوم نصين، نص خضار ربع بروتين وربع نشويات. انت عوضت الفقد اللي حصل في العضلات، عوضت الفقد اللي حصل بالجلايكوجين عن طريق النشويات اللي سيادتك بتاكلها، وبتاكل الألياف اللي بتخدم على الموضوع. سيادتك خرجت من رمضان كسبان، نزلت في الوزن، وفي نفس الوقت ما خسرتش صحتك. في الحلقات اللي جاية هنتكلم على الأنواع التانية من الرياضات أو الأنواع التانية من الناس اللي بتمارس الرياضة.